تيجي على حساب المصريين اللي زينا. ماشي احنا مالناش الا ربنا. وانا من هنا برسل للعصر الرئيس بقول له ان مرتي دي بنت انا م... انا 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 مش عايزه فلوس، عايزه حاجه ما اتدفنتش من يوم الجمعه مرميه في قلب السعوديه في المدينه المنوره في مستشفى الملك فهد في المدينه المنوره من يوم الجمعه من الساعه 3 الفجر مرميه في قلب الثلاجه. اختي اللي اتشرحت عشان يعرفوا ماتت ازاي ولا جرى لها ايه، ولحد دلوقتي لا تقرير ولا غيره. رحت وزاره الخارجيه ما بعتولناش حاجه تثبت ان هي متوفيه هناك. عايزين يطرمخوا على الموضوع عشان ده بلد السعودي، ما هو في بلده ولا في بلده مش هيحصل له حاجه. احنا ما معناش فلوس، معلش فلوس ندفع حق تذكره. اقل حقي من حقوقي كمصريه الازم بيه ان انا اسافر لاختي ولا والدتي تسافر لاختي نقف حتى على غسلها. ماشي هو محبوس وبيدفعوا فلوس عشان يطلعوه وعايزين يسرقوا البسطه عشان ينهوا الدنيا. ماشي مجله مجله كتبت عنها كلام مش كويس. انا مش عارفه ربنا ومتدينه وختمه القران الكريم.